تتحدث نشاهد صور مباشرة تأتينا من مجمع الشفاء الطبي، سواء من الباحة أو بوابة المشفى أو حتى من الداخل. يعني المشهد هناك يشبه أي شيء إلا مشهد مستشفى، يعني ازدحام، فوضى، حزن، بكاء شهداء وجرحى بالأرض وبالممرات. قضيت أياما طويلة باسل أمام مختلف المستشفيات في قطاع غزة. كيف يمكن تلخيص، أعلم أنه من الصعب جدا شرح وتلخيص ذلك المشهد، ولكن كيف يمكن أن تعبر عنه بكلمات معدودة؟ المشهد داخل المستشفيات وأبوابها مع وصول سيارات الإسعاف وأفواج الشهداء والجرحى على مدار الساعة وعلى مدار الدقيقة خلال الشهر الماضي كله. المستشفى، ودعني فقط أشير لك بأنه أشاهد من حيث أقف أنا هنا الآن في إحدى زوايا مستشفى شهداء الأقصى القنابل المضيئة في منطقة سماء مخيم البريج للاجئين والمنطقة الشرقية لمخيم المغازي للاجئين، وهذه تطلق بكثافة القنابل المضيئة، وهي ربما تشير إلى نوايا ربما توسيع العمل البري العسكري الإسرائيلي في تلك النقطة. المشافي بدر تحولت إلى مركز إيواء، وبالأساس هي من المفترض عليها أن تقدم الخدمة الطبية للمصابين والمرضى، لكن كثير من غرف وحتى في هذا المكان، يعني إذا كنا نتحدث عن مستشفى الشفاء الآن به الآلاف من المواطنين مع اشتداد الضربات في محيط المناطق الشرقية والشمالية للمدينة، والضغط أكثر يزيد باتجاه هذا المكان، لكن حتى في المشافي مثل هذه المنطقة، المنطقة الوسطى التي بها في الوضع الطبيعي 400 ألف لاجئ، الآن بها ما يزيد على 700 ألف لاجئ ينامون على السلالم، سلالم المستشفى، ينامون بين أسرة المصابين، مصابون بإصابات متوسطة في أرجلهم الإبلاتين وبعض الأدوات الطبية والمحاليل وما إلى ذلك. فعلا رأيناهم في الحدائق الخلفية والأمامية للمستشفى ومرافقي هؤلاء المصابين، وعدد كبير من النازحين ممن أتوا من مناطق الشمال ولم تتسع، وغزة طبعا ولم تتسعهم مشافي ومراكز الأنروا، لجأوا إلى هذا المستشفى، وبالتالي حالة انهيار فعلي لكل شيء متعلق بالخدمة الطبية، وما يقوم به الأطباء هنا هي فقط محاولات لإنعاش ما يمكن انعاشه من المصابين، وهناك بروتوكول معمول به وصرحت به حتى ادارات المشافي بانه الحالات الخطره جدا المعروف بانها على وشك الاستشهاد يتم التعامل معها ثانويا في مقابل التعامل مع بعض الحالات التي يمكن لاي عمليه جراحيه ان تساعد في ابقاء هذا المصاب على قيد الحياه يتم التعامل معها. كثير من المرضى لاحظناهم وصلوا مرضى الامراض المزمنه، غسيل الكلى، وسيدات حوامل، اي حالات مرضيه كانت تصل، ونحن نتحدث عن ازمه اصلا صحيه في القطاع الصحي الهش مزمنه قبل الحرب، هؤلاء جميعا لا يجد لهم، حتى الطبيب لا يستطيع ان يسمع ما هي شكواهم الطبيه.